تحية وأجمل تحية مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء مع هذه الانطلاقات المتتالية التي تأتينا في منجم الذهب في ميدان الهباب أحد أفرع ميادين نادي إدبي الذي يستقبل هذه الهجن. ونذهب مع الشوط الرابع لفئة الجعدان، نذهب مع المقدمة وغيث سالم بن علي العمري من يقدم لنا غيث بعد أن قدم لنا نهب، هو الآن يتقدم مع غيث بالمركز الأول والمركز الثاني شواهين راشد بن سعيد بن غدير، والمركز الثالث هملول أحمد بن سالم بن نايع المنصوري من يقدم لنا هملول، ثالثا المركز الرابع فهناك الصياد علي بن سالم بن سريم. هذه الأسماء أشوف وأتابع أتابع العمري المنصوري وابن غدير هم من يتنافسون على المركز الأول. نتابع العمري هو أقرب للناموس، هو من يبحث عن الناموس في هذا الشوط، ويقدم لنا غيث سالم بن علي بن خميس العمري يتقدم إلى المركز الأول، والمركز الثاني شواهين راشد بن سعيد بن غدير الاجتبي يتقدم ثانيا، والمركز الثالث فهناك هملول أحمد بن سالم بن نايع المنصوري ثالثا. هذه النتيجة للأربع المراكز الأولى، ما زلنا نتابع ونشاهد ونراقب المقدمة غيث من البداية أو عصاه قوس من البداية، وعصاه قوس الآن بدأ يدور الآلي ويدور غيث إلى الأمام، يتحرك ويزيد يزيد من سرعته. عندك يا العمري، عندك التوقيت، ما عندك منافس إلا التوقيت. نشوف غيث وسالم بن علي بن خميس العمري، هو راعي غيث، هو صاحب المركز الأول. للمرة الثانية نهني العمري على الفوز وعلى الناموس. المركز الثاني شواهين راشد بن سعيد بن غدير، والمركز الثالث وصلنا هملول أحمد بن سالم بن نايع المنصوري. دقيقتين و14 ثانية، هذا هو التوقيت. تهانينا والناموس.